محمد. الو. وعليكم. وعليكم السلام يا محمد. محمد من الجيزة. اهلا وسهلا بيك، تفضل الدكتور معاك. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ تفضل يا دكتور. لو سمحت احنا عايزين علاج، عايزين يا دكتور علاج للعادة السيئة، يكون حضرتك يكون علاج فعال بحيث الواحد فعلا ان شاء الله باذن الله يقلع عن العلاج ده. انت متزوج يا محمد ولا لا؟ لا لسه مش متزوج. طيب حاضر اقول لك يا محمد، هو عنده مشكلة في كثرة ممارسة العادة السرية. انا عايز اقول انه، ولا طبعا مش بقول انه الجانب الديني مهم جدا في هذه القصة. اول يعني حاجة دينيا حرام العادة السرية. بصي هو عايز اقول، انا بس مش عايز ادخل في قصة حرام وحلال لان مش تخصصي، يعني مش محبذة، مش هقدر افتي فيها، ولكن هي اللي انا اعرفه انها احنا مكروهة. احنا مش بنفتي، هي مكروهة. احنا هي الحاجة مكروهة. دي بتأثر على حياته الجنسية مع مراته. فاول حاجة انه لما يقوي علاقته بربنا بشكل كبير، ده هيمنعه بشكل اكبر عن ممارسة العادة السرية. ان هو يغض بصره عن المحرمات او عدم مشاهدة الافلام الاباحية او النقطات اللي هي ممكن تثير الشهوة، ده رقم 4. رقم 5 لازم، انا مش هقول له بقى علاج بقى لانه مش هقدر اديله علاج يخليه يوقف العادة السرية، لكن اقدر اديله بعض التقنيات او بعض الحاجات ذهنيا يقدر ان هو يعملها. في بعض العلاجات النفسيه او جلسات اسمها جلسات الدعم النفسي بتساعدك على الاقلاع عن ممارسه العاده السريه. توجه الى حد متخصص نفسي في هذه القصه، لا بتسبب لك الم نفسي، وان شاء الله يساعدك من خلال طرق كثيره في العلاج النفسي.